في كل عام موسم الحج نبدأ قبله بشهور عشان نطلع التصاريح اللي نحتاجها لتغطية الحج بشكل عام ويوم عرفة بشكل خاص. كواليس كثيرة تسير خلف الشاشات وجنود مجهولين أيضا يعملون خلف الشاشات. اليوم راح أعيش معاكم جزء من هذه الكواليس وأوريكم أيضا بعض الأشخاص اللي يشتغلون من خلف الشاشات. خلونا نشوف كيف شفت تغطيتنا السنة هذه؟ إيش الكواليس اللي صارت لك؟ تزعل وتهدف نفس الوقت؟ طبعا في ثواني. عارف ليش؟ لأنه اليوم إحنا جالسين واحد يثبت واحد يشوت فريق، يعني نحرص بشكل كبير جدا كل واحد يطلع بلايف جميل، يطلع بتغطية حلوة ونساعد بعض. وانت جيت امس مواصل من الرياض على يوم عرفة. طبعا طبعا بقول لك شيء نزار، اليوم اللي قاعد يصير جهد فريق، مو جهد خلف ولا جهد نزار ولا جهد سامي، ولا جهد فريق، فعشان كذا احنا جالسين نساعد بعض. يعطيك العافيه خلف. عبد الله كيف حالك؟ حبيبي الحمد لله. انت اول سنه تنزل معانا موسم الحج، كيف شفت تغطيتنا؟ حاجه فريده، حاجه جديده عيشها. تعبت؟ عايشين اكيد التعب موجود بس الواحد ما يحس به، كلنا عايشين على قلب رجال واحد. خليني اقول لك حاجه، السنه الجايه تنزل باذن واحد احد اول الحاضرين. سلطان برضو من الناس او من الزملاء الموجودين معانا من الرياض، هو اول سنه ينزلها هي هذه السنه. سلطان كيف شفت هذه التجربه؟ شايف التعب اللي عليك، بس والله تعب لكن جميل وانت مرتاح وانت تعب. كنت اقول لك قبل الحج، اقول لك سلطان لما تجي العمل في الحج مدرسه عن السنه كلها. جدا والله العظيم ان هنا السنه عن سنتين، لما تتعلم وتخدم الحجاج ترتاح ترتاح، تحس بسعاده لما تخدمهم، تنقل مشاعرهم، ويعني شيء 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 جميل، والروح اللي تجيك في الميدان شيء ثاني. يعطيك العافيه سلطان. عمضيه، عمضيه طبعا من اقدم المصورين عندنا، رغم كبر السن الا انه في كل عام ينزل معانا ويغطي معانا ويتحمس معانا. عمضيه كيف شفت تغطيتنا هذه السنه؟ اعتقد انها تغطيه مميزه، ومش من حقنا نمدح نفسينا، لكن ان شاء الله هنشوف الانطباعات. تعبت؟ ما فيش حد ما تعبش، لكن تعب في خدمه اللي بيخدم الحج او في خدمه الحج ما اعتقد انه مش تعب. يعطيك العافيه عم ضياء. خلينا نشوف، تعال 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 تعال، خلينا نشوف حاتم. حاتم 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 للشارد يا حاتم، كيف شفت تغطيه نادي؟ كيف شفت؟ عارف انه عندنا شغل لاحقين، كيف شفت تغطيه نادي السنه؟ تعبت؟ الحمد لله نقول اللهم لك الحمد، ادت على خير الحمد لله. كيف الاجواء؟ حار بساكن الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. الله يعافيك تسلم. تعالوا جبتوا لي هذا من فين؟ من السنجي خلف. تعالي خلف من عربه البث. يقول طبعا هذا جاء من الرياض بر بالسياره ترى خلف. ها وصل مكه معانا وغطى يوم عرفه وبترجع. كيف شفت تغطيتنا هذه السنه؟ والله ما قصرت، الله يعطيكم العافيه. كيف التعب؟ متعودين متعودين، بس ان شاء الله نجد. ترى في تحدي بيني وبينك، على ما تمشي اليوم على الرياض، تنام وتمشي ان شاء الله. اكيد يعطيك العافيه. والله اول شيء كل عام وانت بخير. وتغطيه رائعه وتغطيه شو بدي اقول لك، يعني انت ادرى والشباب ما شاء الله عنهم الابضيات. كيف شفت تغطيتنا هذه السنه؟ ما بحكم عليها لانه في ناس تتابعنا، ان شاء الله الناس تحكم عليها، حتشوفوا رده فعل الناس في وسائل التواصل الاجتماعي، والناس اللي حولكم حيقولوا لكم كيف كانت التغطيه. كل سنه نسامي نقول اذا خلصنا الحج السنه الجايه ما بننزل. هذا كلام الحج بس، وبعدين اول ناس. طبعا حبيبي احمد كشف تغطيتنا هذه السنه. للامانه اللهم لك الحمد، يعني انجزنا، الشباب كلهم الله يعطيهم العافيه مبدعين. كيف الوقت كان معك؟ بسرعه ما شاء الله تبارك الله عدى. طبعا الحمد لله الواحد يحس بشعور جميل انه يخدم ضيوف الرحمن ويقدم شيء جميل. يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا حبيبي. هلا. طيب اول شيء نزلت في 2019 قبل جائحه كورونا، كانت تغطيه جدا جميله مره حلوه. التغطيه هذه السنه مختلفه، لكن سبحان الله سهلات، يعني التنظيم رائع مع انه عددنا اقل، لكن ما شاء الله مجهود الفريق يعني عن عدد كبير، فتغطيه جدا حلوه. يعطيك العافيه. الله يعافيك تسلم. وصلنا معاكم الى نهايه تغطيتنا في يوم عرفه، وعيشناكم جزء من الكواليس اللي كنا نعيشها في الايام الماضيه، وكانت تغطيه مختلفه وجميله وفريده من نوعها، خصوصا في موسم استثنائي مختلف. ونشوفكم إن شاء الله في الأعوام القادمة. من المشاعر المقدسة نزار العلي، MBC.